يقول في هذا السؤال: حججت متمتعا ومعي مبلغ قليل من المال، ظننت أن لا يكفي لشراء الهدي، فصمت 3 أيام وأنفقت المال الذي عندي بصورة فيها كثير من الإسراف والتبذير، ثم ظهر لي في اليوم 11 أن المال الذي كان عندي قبل إنفاقه كان كافيا لشراء الهدي، فندمت على ما حدث مني من تفريط، ثم صمت 7 أيام بعد العودة من الحج، فهل بقي الهدي في ذمتي بسبب التفريط الذي حدث مني أم لا؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. ذمتك برئت الصوم، لأنك إنما صمت بناء على أن المال الذي معك لا يكفي، لكن نظرا لأنك أشرت في الإنفاق وأنفقت في غير وجهه، أرى من الاحتياط أن تذبح هديا في مكة يقوم مقام هدي التمتع الذي كان واجبا عليكم على القدرة.